اهلا بيكم في البرنامج حلو المشيف. النهارده هنعمل حاجات جميله خالص ومميزه، هنكون سهله خالص خالص خالص. الاول وصفه هنعمل مع بعض الكب كيك او ميني كب كيك، وانا قلت هنعمل حاجه لسه ما عملناش مع بعض. انا لقيت في سوبر ماركت جيلي، بس جيلي مش عادي، ده جيلي بطيخ. شفتوا؟ يعني انتوا اكيد شفتوه، اللي هو لسه مش عارفه، انا بقالي من فتره قليله شفت الجيلي بطيخ، فانا قلت هنعمل كب كيك ونستخدم الجيلي ده. فعشان نبتدي الوصفه احنا هنحتاج الجيلي بتاعنا، تمام؟ واحنا هناخد نص كوب معانا، تمام؟ فزي ما انتوا شايفين الكميه الجيلي مش هتكفي نص كوب، فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد السكر وهنكمل نص كوب بيه. انا بتسال كتير انتي بتستخدمي المعيار ايه؟ انا بشتري الكوبايات كده وبستخدمهم كمعيار، فلو مكتوب عندكم مثلا كوب او كوب ونص، انا يعني زمان كنت بستخدم كوبايه عاديه، بس انا عارفه دي الكوبايه انا دايما استخدمها، او اشتروا احسن الكوبايات كده عشان نتاكد في الوصفه عشان تطلع معانا مظبوطه، تمام؟ بعد كده هناخد معانا 2 بياض البيض، تمام؟ لو عندكم بيض زغنطت، انا عندي بيض زغنطت خالص، احنا هناخد 2. لو عندكم بيضه كبيره احنا هناخد بيضه واحده، لو بيض كبير، لكن لو بيض صغير زي عندي احنا هناخد 2، تمام؟ وهنضربهم على بعض لغايه بس المكونات يخشوا في بعضه. بعد كده هنزود معانا ربع كوب زيت، برضو انا استخدمت الكوبايه بتاعتي، الكوبايات المعيار، هنحط ربع كوب زيت. على فكره يعني احنا اتكلمنا في الموضوع زيت كتير، احنا بنستخدم الزيت لو عندنا الطعم قوي في مكوناتنا، لو مثلا في الكاكاو ونسبته كبيره جدا او نسبه الفانيليا كتير، لازم تكون طعم قوي عشان الزيت بيدي طعم واحنا بنحس بيه، تمام؟ هنحط كمان معانا نص كوب من زبادي ساده، هندي كله تعليبه. وبعد كده هناخد معانا نص كوب ومعلقة كبيرة من دي، ولازم تكون دي منخول عشان الوصفة تطلع مظبوطة، تمام؟ هناخد معلقة صغيرة من النشا، نشا بتساعدنا كتير عشان لو الوصفة فيها سوائل كتيرة بتجفف شوية المكوناتنا عشان الوصفة تطلع صح. وهنستخدم 3/4 معلقة من بيكنج باودر وهندي كله تعليبة. بس كده احنا كده عملنا العجينه بتاعتنا، فاحنا هنحتاج نحط العجينه في اولا بالكب كيك عشان هنساعد نفسنا. هناخد العجينه ونحط العجينه، نتاكد بس بالسباتشولر مكوناتنا كلهم دخلوا في بعضيهم. فعايزه اوريكم العجينه ذات نفسها لونها طلع جميل جدا. ليه؟ عشان احنا حطينا الجيلي البطيخ، فهو هيدي الطعم وهيدي اللون.
لكن انتوا هتقولوا لي طب ازاي يا فالنتينا، طب في جيلاتين، الجيلاتين في درجه حراره عاليه ما بيشتغلش. فهو بصراحه يعني لو انتوا خايفين الجيلاتين هيدي طعم او يعني هيمسك العجينه، لا خالص، جيلاتين في الحراره عاليه بيبطل يشتغل. فكأن احنا استخدمنا الطعم البطيخ ولون وسكر مش اكتر. تمام، هناخد عجينه بتاعتنا. تمام، وبعد كده هناخد الورقه الكب كيك. انا هستخدم النهارده الكب كيك ميني صغنطه خالص، عندي هنا 12 واحده، وانا اخترت الورقه الكب كيك اخضر عشان احنا بنعمل الكب كيك بطيخ، او لو عايزين ممكن نستخدم الكب كيك عادي ابيض، هوريكم بعد كده ليه. وبعد كده هنبتدي نحط العجينه تقريبا لتلتين من المقاس الورق. ليه؟ عشان في لسه بيكنج باودر، فهتشتغل هترفع العجينه بتاعتنا، هتوصل لغايه الاخر الورق كب كيك. تمام، فكده هنملحهم اهي، هيطلعوا جميل جدا. تمام، هناخد كمان الكب كيك العادي، هنحط فيه زي ما انتم شايفين قد ايه سهل ننزل العجينه جوه في كوبايات الكب كيك. فاضل عندي شويه عجينه لسه، بس عشان خاطر وقت الحلقه احنا مش هنستخدمهم. بعد كده هناخد الصواني بتاعتنا وهندخلهم الفرن بتسخن درجه الحراره 170-180. الكب كيك الميني هياخد مننا مثلا من 18 ل 22 دقيقة فقط، او لو بنعمل الكب كيك مقاسه عادي من 20 ل 25 دقيقة. وبعد كده هيتلو جميل جدا، اوريكم الشكل لو عملنا في الكوبايات البيضة. ان احنا هنشوف العجينه بتاعتنا هتكون حمرة جميله. تمام، ولو عملنا في الكوبايات حضرة هتكون احنا هنشوف الكونتراست ما بين الورقه بتاعتنا وكمان الكب كيك زيت نفسه. عشان حضر احنا حطينا زبادي وحطينا زيت، الكب كيك بيطلع طري خالص وريحته بطيخ. فاحنا لسه هنزين الكب كيكس بتاعنا. عشان نزين الكب كيكس هنبتدي الاول من صغيرين، هناخد الكريمة الزبدة. انا استخدم كريمة الزبدة ايطالي، انتوا عارفين في الكريمة الزبدة ايطالي احنا بنستخدم بياض البيض وسكر ومادة مثلا فانيليا وزبدة. لو عايزين مش عايزين انتوا يعني عايزين تبقى تعملوا الحاجة سهلة، ممكن تعملوا الزبدة الكريمة الزبدة امريكاني، هي كوب واحد من زبدة درجة حرارة الغرفة وثلاث كوبيات من سكر بودرة منحول. دي حاجة راجع لكم، بس انا في السيف بحب حاجات خفيفة، فانا استخدم الباتر كريم الايطالي. فاحنا هنحط شوية باتر كريم على الوش كل واحدة من كب كيك بتاعنا صغيرين. تمام كده، الاولاد هيبقى مبسوطين جدا بالكب كيك ده، اولا بطعمه وبشكله، كل الاطفال بيحبوا الوان. فلو احنا عملنا الكب كيك من جوه هيبقى احمر، طبعا هيبقى هما مبسوطين جدا جدا. تمام، الكب كيك الكبير عايزه اوريكم ممكن نعمل بطريقه تانيه شويه. هنحط كب كيك وننزل عليه كريمه الزبده بالطريقه دي. تمام، بعد كده عشان نزين الكب كيك عندي هنا الجيلوس، هو برضو بالطعم البطيخ، هنحط
كل واحدة ممكن كده مثلا أو بالمعلوب كده. فلازم احنا دايما لما بنعمل حاجة هنفكر في الديكور أو ديزاين الحاجة اللي احنا بنعملها، عشان العين بيأكل قبل البق، صح؟ فالديزاين أو الشكل الحاجة لما بتتعمل مهمة جدا، تمام؟ بعد كده هناخد معنا سبرينكلز. عندي سبرينكلز شوكولات، فاحنا ممكن نحط شوية شوكولات سبرينكلز كده عشان نمثل البذر بطيخ، صح؟ اهي. وهنعمل واحدة صغنطوطة كده اهي، شكلهم جميل جدا. فلو عجبتكم الوصفة دي دوروا عليها على الموقع الكنيسة البيت او على صفحة فيسبوك بيج بتاعتي، وانا اكمل التزيين الكب كيكس بتاعنا، واحنا هنرجع لطول بعد الفاصل عشان نعمل كمان وصفة سهلة خالص وطعمها تجنن.